عسلامة مدام. عسلامة أختي. لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. قد منا روحك. اسمي هدى، عندي 3 صغيرات، ظروفي قاسية برشا، عندي راجلي في الحبس، قاسي وحدي فيها رمضان وفيها الدنيا ذي كلها، أنا وحدي. كنت تشوف فيا مرأة وحدي. شفناك اليوم هابت انتي وصغيراتك. جيت للوزارة لهنا باش يقيدوني في إعانة. ايش قالوا لك؟ يجري يعاونونيش حتى يعملوا ليش حتى مشروع هكا صغير، حتى دينار الحل اللي يجي نعيش به صغاري، خاطر راجلي مازال مطول في الحبس، معناها ما نعرفش وقتها. مازال توا موقوف؟ في عامين توا. موقوفة؟ موقوفة اي، ومازال فهمتيني؟ أنا هاني نجري عليها كل مشروع، وكل واحد يبعثني لبلاصة، قيدوني توا في إعانة، بعد 15 يوم ناخذ كل إعانة ذيك، فهمتي؟ في أول رمضان كيفاش عامل؟ هاك تشوف فيا توا هاني جيت هاي حباب ربي، كي ريتيش مدت لي مرأة توا قالت لي بري أقضي بهم الأولاد، ظروفي قاسية برشا، هما زوز يتخادموا ما يخلطوش، مش أنا اللي ما نخدمش، أنا نمشي حتى باش نقضي المرأة، تقول لي بري روحي، معناها تعطيني حقي تقول لي روحي. شوفني ما نطبسش انا بداري كم مريضه، قلت لي عندك فقرات. ايوه عطيوني تصاور تو، عطيوني دواء وما خديتوش، وكيرتيني بثلاثه صغار مني. تصوري الحاله معناها كيفاش قاسيه برشا ظروفي، كان حتى راجلي جا لبرا صح، ظروفي تعب، ما عادش عينيا نشفت بالدموع صدقيني، ما نعرفش تعبت عليك بي الفاميم تاع راجلك، معناها اللي هما عمات اولاد تحد البي، هو وحدهم نورمالمون عندهم بالطبيعة، عندهم اوكي يعاونوني، ما عندهمش، وانا ما نمشي لحتى حد، مراه نعيش بصغاري، لا هي كان بصغاري اكا وما لا هي بحتى حد، صغاري نحب نقريهم نوصلهم، انا بنتي تحب على كتاب توا شنو قيمته 12 دينار باش تجبد منه امتحانات، ما قدرتش ناخذهول، فهمتيني بنتي هذيك ما في بالك، بعثينا للرازي بنتي هذيك وما زيتش على الصغيرة اي على بوه، بارح تزغرت تقول لي ابراهيم باش يروح، ماني بابا باش يروح، فهمتي ولدي صغير. صغارك في بالهم اللي هو في السجن؟ اي خبيش عليهم بالوقت قلت لهم ولا بعد فتره؟ خاطرش معناها في بالهم معناها المشاكل صارت قدامهم في بالهم ولدي هذاك تو ريتي 9 سنين صايم لتو، قال لي باش نسيب النهار البابا باش يروح، تخيلي معناها 9 سنين صايم لتو، باش نحكي لك قاسيه برشا، وين امه مريضه هاك تشوفي فيه، ماني مريضة، عملت عملية على رقبتي كعبورة، توا طلعوا عندي فقرات ولا الله أعلم شنو في دار، ما نطبسش القدام، أنا نمشي هاك تشوفي فيه. عندك أهلك معناها يطلوا عليك يعاونوك؟ يطلوا علي، أما أنا نعيش وحدي بولادي وحدي، نعيش بولادي، عامين توا بولادي وحدي، مني مشى راجلي تسكرت البيبان علي، خاطر هو كان كل شيء، كان كل شيء. انتي علاقتك براجلك طيبة معناها؟ ليه راجلي بيه، علاش باش نكذب، بيه راجل ويشري الولاد ويززي ولاده وما يخليهم مش محتاجين، وانا بيدي لا توا تعبت، ومنيتي حاجة هكا نعيش بها الصغار، نبدا نخمم الصباح شني باش نعمل، شني باش مخي وقف، صدقيني تعبت. اليوم شنو بروغرامك معناها؟ ما عندي حتى بروغرام، انا بروغرامي كيما العاد، عبارة افطار عندي انا تو، كيما العاد، يا عجة يا كسكسي بالحليب يا هذيك، هاي شنو بروغرامي؟ شقان فطر؟ هاي ولادي مقتنعين، تشوفي فيهم هذوك مقتنعين، اللي يجي حتى نبيتو بلاش ما يقلقنيش. بتو بلاش ديجا؟ اي بت قبل بلاش، بت انا ولادي بلاش. بت مقتنعين وكل شيء؟ مقتنعين ولادي، كان جبت هانو مكليو ما جابوش، ما نشنا حتى هاني قلت لك كسكسي بالحليب عسيده بسيسه. صغار معناها ولادك؟ يبدو يتشهوا صغار يعني يتشهوا في كل شيء، ما نجمش مني باش نجيب، ما عندي مني والحمد لله، امين امنيتي تعاونوني على صغاري الاخ، عاونوني. ديجا المواطنين قاعدين يشوفوا معناها في دموعك في اول نهار في من شهر رمضان. تعبت صدقيني، ندور نبدا هكا نلم بالترايب باش نوصل نطيب لولادي
ولا نشري لولادي. الايامات اللي فاتوا كيفاش قاعده تصرف؟ عادي، ما عادش عندي حاجه غريبه معناها. انا كان عاونوني الجامع يجيب لي الحق يبارك له، يجيبولي الجامع نتاع حومتك، يجيبولي لي كات مره. حومتك وين مدام؟ سيدي حسين. نطلع هاكا نقضي لولادي نشري لهم، ما جابوليش هنا، انا باركين ما بعدنا في الدار. عندي الضو ساعة 13,180، في أي لحظة يقصوا عليا تو. عندي الماء 900,000، في أي لحظة يقصوا عليا تو. مهدة بالماء والضو، مهدة بالماء والضو. ظروف قاسية برشا الحقيقة. علخ ملي مشى راجلي تعبت. يعني الحال هذا عندك عمين عليه؟ عمين عليه، كان هو لي من لاباس، حمك الناس الحمد لله. خلي راجلي تعبت، مرأة وحدي راني تعبت. سينو توا معناها كنت في الوزارة، قالوا لك 15 يوم أخرين ينجموا يعاونوك. يعطوني هيك القضية ذيك مقرونة وطماطم واللي كانت من ربي، يعطوني قضية الحق، يعطوني. خاطر توا جيت، يعني توا جيت قايت، ماني مربوطة بصغاري، أنا عندي صغاري ما عندي وين نخليهم، أنا نهبط بصغاري نجي بصغاري ندور بصغاري. هنا ولادي هذوكم، الكبدة نتاعي هذوكم، عيني هذوك، راني نكلت عليهم. كان نلقى توا نمسح الكيس، توا نمسح الكيس على ولادي، باش نشري لهم ونلبي لهم. توا يمشوا يتفرجوا، ماما محلاه هذيك، ماما محلاه هذيك، ماما محلاه. وانا تخيلي داخل شنو نحس. الحاجة اللي عجبتني في صغارك انهم معناها مراعين الظروف الحقيقة ومقتنعين. مقتنعين هما في عمر صغير، يعني ما يفهموش. مقتنعين. انا ولدي هاكا 9 سنين، مدلوش حد الفين، ما يعمل بهم حتى يجيبهم لي ديريكت. قولي ماما بري يشري بهم لمجة، شرينا حاجة، شرينا هكا، شرينا، فهمتي؟ يعرف خاطر، يعرف ظروف صعيبة. يعرفوا. ولدي تحسيه معناه فاهم شنيا انا قاسي، فاهم شنيا انا نتوجع. في الليل بيت نبكي، في الليل ما نرقدش. الصباح يطلع ونقول يا ربي ان شاء الله ما يقصوش عليا الضو، ان شاء الله ما يقصوش عليا الماء. ولادي صغار نباتوا للظلمة في سبخ، تخيلي معناه. مدام لو كان فما شكون ينجم يعاونك، تنجم تخلي رقم الهاتف نتاعك ولا؟ ما يسالش. 92-029-207، وربي يبارك لكم ويرحم والديكم، راني وخيتكم، انظروا حتى لك 3 صغار. عايشك مدام.